استكملت الاستعدادات لانطلاق سباق الانتخابات الرئاسية في الجزائر اليوم الخميس، وشهدت العاصمة احتجاجات اعتراضا على الأسماء المترشحة وأخرى مؤيدة للانتخابات، انطلاقا من الرغبة في خروج البلاد من الأزمة. هي عشية اللمسات الأخيرة والاستعدادات المثيرة. هذا المشهد مثلا ألفه الجزائريون منذ فبراير الماضي، خاصة أيام الجمعة، لكن اليوم السابق لانتخابات تمتاز بخصوصية كبيرة يشهد تعزيزات أمنية أكبر. من المواطنين من مارس عمله بشكل عادي، ومنهم أغلبية صامتة، لكن من تحدث منهم عبر عن مواقف حازمة. لا، ما نشاركوش في الانتخابات. لا أنا لا فئة كبيرة من الناس ما حشارك في الانتخابات. أنا نشارك في نورمال، ولازم بلادي لازم تكون مليحة. طبقوا المادة 7-8، الشعب هو السيد، الشعب ويقول لكم بلي ما كاش انتخابات مع العصابات. الانتخابات التي تحظى باهتمام دولي واسع تتصدر مواضيعها صفحات الإعلام المحلي الأولى، عدسات المصورين تجهز، وأقلام الصحفيين تشحذ لتوثيق حدث معتاد كل 5 سنوات، لكنه يأتي وسط ظروف ومعطيات غير اعتيادية هذه المرة. عبر الولايات عندنا مراسلين يعني راحين يكونوا متوزعين، كل مراسل عبر الولاية تاعو يعني المراكز اللي يعني متابعة كل تطورات سواء سير العادي أو ممكن أحداث يعني ممكن للمعارضة، إجراءات المعارضة. وعلى مستوى العاصمة راح يكون صحفي متواجد على مستوى مقر اللجنة بنادي صنوبر، وكذا راح يكونوا أيضا صحفيين متواجدين في المراكز التي سيقترع فيها المترشحون 5. هذه الصحة شهدت على خروج الجزائريين قبل نحو 10 أشهر احتجاجا على ترشح بوتفليقة لولاية 5، لم تكن تظاهراتهم متوقعة حينها، ولا يمكن التنبؤ اليوم أيضا بما يمكن أن يسفر عنه يوم الانتخابات وما بعده. ساعات قليلة بقيت على انطلاق أول انتخابات رئاسية في الجزائر منذ 20 عاما لا يكون بوتفليقة مترشحا فيها. كرسي المرادية ينتظر ضيفه الجديد، لكن الطريق إلى الصندوق يملأه التأهب الأمني والترقب السياسي والتباين في المواقف الشعبية. ميسون خالد، سكاي نيوز عربية، الجزائر. معنا من الجزائر الإعلامي والناشط السياسي السيد أمين عمارة. أهلا بك سيد أمين معنا على سكاي نيوز عربية وفي غرفة الأخبار. سيد أمين، خلاف حول الانتخابات كبير جدا الآن، هناك من يريدها، هناك مؤسسات كبيرة ومنها يعني المؤسسة العسكرية ومؤسسات أخرى تريد هذه الانتخابات، هناك متظاهرين بشكل كبير جدا في الشارع وتيارات سياسية لا تريد هذه الانتخابات، أيهما أرجح بالنسبة للتوقيت وبالنسبة لعلاج المشاكل القائمة الآن في الجزائر؟ مرحبا بكل مشاهدي قناة سكاي نيوز عربية. صح، حقيقة هناك تباين واختلاف ما بين الجزائريين حول هذه الانتخابات الرئاسية الأولى بعد أكثر من 20 سنة، أقول الأولى بعد أكثر من 20 سنة لأنها كانت محسوبة في السابق لصالح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. اليوم هناك تباين كبير بين الجزائريين، هناك من هم رافضون لهذه الانتخابات، وهناك رافضون بشدة لهذه الانتخابات باعتبار أن هؤلاء المترشحون للرئاسة الجزائرية هم من نظام الرئيس السابق، وهناك من الآن مؤيدون للانتخابات. الكل له حججه وتبريراته للذهاب نحو هذه العملية. هناك من يرى أنه محاولة استخلاف رئيس جديد، وهي محاولة إنتاج عهدة خامسة لرئيس بوتفليقة بالذهاب نحو هذه الانتخابات. لكن في الرأي المخالف، هناك من يرى أن الوضعية الاقتصادية للبلاد والركود التجاري الموجود في البلاد، وكذلك ما تعانيه البلاد من أزمة سياسية حالة دون سيرورة هذا الاقتصاد الوطني، تحتم على البعض الذهاب نحو رئاسيات، وأن الجزائر تبحث عن يجب أن تنتخب رئيسا لكي تمشي في إصلاحات التي يريدها الحراك الشعبي. طيب سيد أمين، يعني بالأمس فقط رأينا محاكمات قانونية بالمحاكم الجزائرية
بعشرات السنوات يعني لمسؤولين اتهموا بالفساد، أليس هذا فكرا جديدا؟ لماذا مقاومة فكرة الانتخاب والمرشحين للرئاسة القادمة، خصوصا أنها مدعومة من القوات المسلحة الجزائرية بكثرة، لماذا يعني خلط يعني البطاقات هنا؟ من فضلك أعد سؤال فقط في ريح. إذا كنت تسمعني سيد أمين، كنت قد سألتك بالأمس، رأينا يعني مؤسسة فعالة وهي مؤسسة المحاكم والقضاء تحكم على فاسدين بسنوات كثيرة، رأينا مؤسسة عسكرية تدعم المظاهرات، لماذا عدم الثقة في تأمين رئيس متوافق عليه داعم لمرحلة جديدة في هذه في هذه يعني الحملة الحملات الانتخابية أو عملية الترشح القادمة؟ طبيعي أنه يكون هذا الاختلاف، لأنه ما الذي كان متوقعا هو أنه إسقاط الرئيس بوتفليقة، بعدين كانت هناك مطالب بمحاكمة أزلام هذا النظام السابق، لكن المطالب توسعت وأصبحت تنادي حتى بإسقاط قائد أركان الجيش، وهذا في حد ذاته أنت تخاطب مؤسسة عسكرية، أنت تخاطب نظام، من الذي يخاطب هذا النظام؟ هو حراك شعبي، ليس هناك قادة من يريدون هذا يريدون هذه المطالب التي يجب أن تتحقق. المؤسسة العسكرية في الجزائر هي الضامنة لحد الآن، لأنه لو مشت هذه المؤسسة العسكرية بجانب الرئيس بوتفليقة لما سقط نظام الرئيس بوتفليقة، لكن اليوم هناك مطالبات باسم قائد الأركان. لماذا؟ لا ندري لماذا يتهم قائد الأركان بأنه هو محسوب على النظام السابق، لكن المعروف أنه المؤسسة العسكرية رافقت الحراك الشعبي وهذا الحراك السلمي وأطرت كذلك هذا الحراك. طيب، لكن سيد أمين، إلى أي مدى يعني ممكن الارتكان للشارع؟ هناك ديمقراطيات كثيرة في العالم تستمع لصوت الشارع، لكن يبقى الشارع من الشارع، ليس سياسيا أو دستوريا. إلى أي مدى لابد من القيام بهذه الانتخابات، وبالتالي الشارع سيرى نتائج هذه الانتخابات في مرحلة قادمة، هل هذا ممكن أن يكون مفهوما لدى الشارع في أي توقيت معين مستقبلا؟ غياب الثقة ما بين الحكومة ورئيس الدولة المؤقت، وما بين الحراك الشعبي، وما بين أبناء الجزائر في نفسهم، هناك عدم ثقة موجودة اليوم، لأنه كانت هناك تطمينات وكانت هناك وعود، ودائما بوعود بإصلاحات جذرية من أجل جزائر أفضل، لكن اليوم محل الثقة هذه الغير موجودة ما بين الجزائريين، ما بين الجزائريين ومؤسساتها، وصلت بهذا الحال في الجزائر. اليوم هناك دعوات إلى الانتخابات، وهناك دعوات كذلك لمقاطعة، هناك من يرى أن هذه الانتخابات ستكون مزورة. طيب، إذا كانت مزورة ستكون هناك تكنولوجيات، هناك الجزائريين يمكنهم أن يكشفوا إذا كانت هناك انتخابات مزورة أو لا. إذا كانت هناك انتخابات مزورة فعلا كل الجزائريين سيخرجون إلى الشارع ينددون بالتزوير. هناك من الجزائريين من لم يقتنع بالوجوه المترشحة، في نفس الوقت هناك من يتساءل لماذا الحراك الشعبي لم يقدم مرشحيه، أسئلة أخرى كذلك تطرح من وسط الحراك كذلك. يعني هذا تباين وهذا عدم الثقة ما بين كل الأطراف في الجزائر وصل بهذه الأزمة. طيب سيد أمين، دعنا نغوص في مسألة الأسماء المطروحة اليوم للترشح للرئاسة. أسماء كثيرة جدا، بعضها يعني لها تاريخ، والبعض حقيقة الناس لا يعرفون من هي هذه الأسماء، خصوصا يعني بالنسبة للحراك ولم يقدم أي شخصية إلى الآن. أليس هذا يعني تعريف هلامي؟ يعني أنا أعارض هذه الانتخابات لكنني لا أقدم بديلا لهؤلاء المرشحين، أليس هذا تعبيرا هلاميا ومطاطيا؟
لا هو في لأنه هناك تخوف، وكان هناك تخوف من قبل الحراك الشعبي من أجل قيادة الحراك الشعبي، الكل ربما يخاف أن لا يفوض السلطة في الجزائر وأن لا ينجح أو ربما يتنازل عن بعض المطالب التي يطلبها الحراك الشعبي. لهذا لم الحراك الشعبي لم يمثل بقادة، هناك كذلك شخصيات وطنية لكن هناك شخصيات من يرفضها آخرون كذلك. الحراك الشعبي لديه ربما ليس قادة ولكن بعض الوجوه التي تؤطر اليوم الحراك، لكن في نظر آخرين ليست ممثلة بالنسبة لهم، ربما تمثل فئة أو تمثل فئة معينة فقط. طيب سيد أمين، قبل أن أذهب إلى كثير من الزوايا، هل تعتقد إذا وهي تبدو هكذا يعني هذه العملية الانتخابية ستجرى وبدعم من كثير من المؤسسات، ما الذي سيحدث بعدها باعتقادك باختيار الشخص الذي قد يكون رئيسا قادما للجزائر؟ سيكون هناك رئيس حتما إذا جرت الانتخابات، لكن هناك ملفات كبيرة وشائكة تنتظر الرئيس القادم، تنتظر كيف يقنع الحراك الشعبي، كيف يحقق مطالبه، كيف سيقوم بإصلاحات اقتصادية أولا، لأنه اليوم القدرة الشرائية في الجزائر بدأت تنهار، اليوم الاقتصاد الجزائري يعرف انهيارا، هناك عدة متعاملين، هناك بطالة كبيرة في الجزائر بسبب أنه العديد من الشركات متورطة في قضايا فساد، ملفات شائكة تنتظر الرئيس القادم، وعلى وأهمها هي مطالب الحراك الشعبي. طيب أبقى معي سيد أمين، وسأذهب إلى زوايا أخرى في الوضع وفي الميدان الجزائري. إذ قال رئيس السلطة المستقلة للانتخابات في الجزائر محمد شرفي أن السلطة تعمل على توفير الأجواء التي تقنع الجزائريين بالضمانات المقدمة بشأن مصداقية الانتخابات لتكثيف المشاركة فيها. الجزائري يريد الانتخاب أم لا يريد الانتخاب سنرى ذلك يوم 12، لكن نحن نسعى لتوفير كافة الشروط، والشعب الجزائري يقتنع بالضمانات التي تقدمها له السلطة الوطنية المستقلة، أولا بتشكيلتها الإنسانية. تشكيلتها الإنسانية، نعرف يعني مهما تكون البرامج الرجال الذين يحملون والنساء الذين يحملون هذه البرنامج لهم الدور في إقناع البعض بمصداقية هذا البرنامج. وأضاف رئيس السلطة المستقلة للانتخابات أن المساعي حثيثة لإنجاح العملية الانتخابية لكسب ثقة الجزائريين وإقناعهم باختيار رئيس للبلاد، مؤكدا أن الانتخابات الحل الوحيد للخروج من الأزمة. هذا السيطرة على برنامج العمل وهذا السيطرة على إشكالية تنظيم الانتخابات والحفاظ على الأمانة، لأن القسم قبل كل شيء الحفاظ على أمان الشعب وتمكينه يوم 12 ديسمبر بأن يجد على رأس الدولة الجزائرية من يكون قد اختاره حقا في صندوق الاقتراع. إذن المساعي حثيثة، وإحنا لم نسعى فقط لإقناع الشعب بمصداقيتنا لكن لإقناعه بضرورة خروج بالبلاد من الأزمة التي هي فيها، والمفتاح الوحيد لذلك الوحيد لا يوجد مفتاح آخر هو الذهاب إلى انتخاب رئيسا للجمهورية الجزائرية. معنا أيضا من الجزائر مجددا طبعا ضيفي أمين عمارة، وينضم إلي الناشط الحقوقي السيد رشيد بودهان. سيد رشيد سأبدأ معك، استمعنا طبعا إلى كل يعني ما تم الحديث عنه عن توفير الأجواء لإيجاد نوع من الانتخابات الشفافة لإقناع الجزائريين، لكن إلى أي مدى الأمر يعني سهل مع عدم وجود أسماء تمثل الشارع والاحتجاجات، وهذه مسألة خطيرة جدا في تمثيل هؤلاء في أي انتخابات رئاسية قادمة؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على كرم الاستدعاء. خليني أقول أنه
غدا إن شاء الله الجزائر على موعد هام مع انتخابات رئاسية ستكون بلا شك محطة انتقالية تدفع بالبلاد نحو خليني أقول التحول الديمقراطي، رغم كل ما يقال، رغم كل الشوائب كما تفضلتم، لكن المؤكد أنه فيه كثير من الضمانات على رأسها القوانين التي تم سنها مؤخرا والتي بموجبها تم نزع كل الصلاحيات من الهيئات والإدارات التي كانت محل نزاع. أذكر على سبيل المثال وزارة الداخلية التي غالبا ما كانت توجه لها سهام الشكوك والاتهام بشأن التزوير، وكذلك المجلس الدستوري الذي كان يستقبل الملفات ويبت في قبولها. اليوم تم تعديل هذه القوانين، تم سن قوانين جديدة بموجبها تم تبني هيئة أو سلطة وطنية عليا للانتخابات، هي سلطة مستقلة، سلطة تعنى بتنظيم الانتخابات، مراقبتها وإعلان نتائجها. طيب. فلا أعتقد أنه اليوم لا يمكن بتاتا، لا يمكننا أن نفصل أو أن نشكك قبل أن يكون هناك الانتخابات يعني. لكن بالعودة إلى نفس يعني الدائرة والمربع الأول سيد رشيد، الكل يتحدث بأن الأسماء المطروحة اليوم لا تمثل الشارع، لا تمثل المتظاهرين الذين أسقطوا يعني الرئيس السابق، يعني أدوا إلى محاكمات لعملية الفساد، هم فعلوا كل شيء، هم فعلوا التغيير، لماذا لا يكون هناك ممثل لهم أو على الأقل الانتظار إلى ممثل لهم يشارك بكل حرية في ترشيح نفسه في انتخابات قادمة؟ والله هذه مشكلة، خليني أقول هذه محنة. فالشخصيات التي كانت معول عليها أنها تشارك في هذا العرس أبت إلا أن تقاطع. لا يمكننا بأي حال من الأحوال أن نلزم أحد على الترشح، فهو حق وليس واجب. بالنسبة للأسماء التي ترشحت هي أسماء نوعا ما محل بدرجة أكثر وبدرجة أقل، هي أسماء ينسب أو يعزى لها أنها شاركت في النظام السابق، لكن ما عسانا نفعل، هذا هو الواقع وعلينا التعامل معه كما هو. الأسماء التي تفضلت أو أشرت إليها تتحدث عن شخصيات تمثل الحراك أو شخصيات هي من الممثلين الحقيقيين للحراك الشعبي، صدقني يا أخي الكريم الشخصيات كلها يعني صعب أن نقول أنه هذا شخص ممثل أو لا للحراك، لأنه دائما وأبدا هناك نوع من التخوف، نوع من التردد، نوع من حتى خليني أقول تخوين، فهناك تجاذب وهناك استقطاب، ولا يمكننا بأي حال من الأحوال أننا نقول على شخص أنه ممثل أو لا للحراك. طيب، لكن سيد رشيد اليوم حقيقة من يدعم بشكل رئيسي هذه الانتخابات هي المؤسسة العسكرية، الجيش الجزائري ورئيس أركان الجيش. البعض يشكك، البعض يعني يرفع لافتة ومكتوب عليها يعني مسألة النوايا. هل هناك سوء في النوايا في هذه الانتخابات تعتقد وما بعدها بالتأكيد؟ والله كل شخص له الحق في أن يقول ما يريد، لكن الواقع شيء آخر. المؤسسة العسكرية قامت بدورها كاملا غير منقوص، ولن يسعني في هذا المقام إلا أن أوجه لها كل التقدير والاحترام. مؤسسة كانت محترفة، كانت مدركة لحجم المسؤولية الملقاة على عاتقها. أنا لا أوجه ولا أقدم الظهور لأحد، أتحدث بكل واقعية. مؤسسة على رأسها قائد الأركان كان أول ما يشكر عليه أنه حمل حراك، لو تسمح لي فقط نعمل نوع من المقارنة مع ما هو حادث، ما هو حاصل في دول مجاورة ودول المنطقة، نجد أن الجزائر بعد
41 او 42 جمعه بعد 42 اسبوع من الـ من الـ من الحراك من المظاهرات التي جابت شوارع الجزائر لم ولله الحمد لم تسل اي قطره دم. فمن هنا يمكن ان نقول ان المؤسسه العسكريه نجحت ايما نجاح في حمايه الحراك اولا، مرافقته ثانيا في تحقيق جزء كبير وليس كل جزء كبير من المطالب، وثالثا اليوم المؤسسة كان ولابد أن نصل إلى المحطة هذه محطة الانتخابات، لأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تسلم السلطة كما يريد البعض بطريق آخر سوى طريق الانتخاب. طيب. فهي رافقت الحراك الشعبي وحمته، واليوم نحن أمام انتخابات رئاسية مفصلية. نعم. طيب يعني كلمة السر هنا مسألة الاستقرار المستقبلي. سيد أمين عمارة، هل تعتقد هذه الانتخابات بالظروف القائمة ستوفر هذا الاستقرار، هذا الرضا على مستوى الشارع، على مستوى المتظاهرين والشارع السياسي إذا ما تمت؟ يجب أن نكون واقعيين، هناك من يرفض حاليا هذه الانتخابات وهناك من يدعم كذلك الانتخابات. لا يمكن أن نذهب أو نكون كما يقال أنه متفائلين جدا أنه الانتخابات الرئاسية هي الحل، هي جزء من الحل. ربما الجزائر اليوم تبحث عن رئيس، تريد أن تكون دولة، ربما ستكون هذه عهدة الرئيس بمثابة مرحلة انتقالية إلى أن يحقق مطالب الحراك الشعبي. لا يمكن أن يتجاهل كذلك الحراك الشعبي هذه الانتخابات الرئاسية إن كانت وستكون بعد سويعات فقط في الجزائر. إذا كانت هناك اليوم ضمانات التي قدمتها السلطة الوطنية لمراقبة الانتخابات، إذا كانت هذه الوعود التي قدمتها اليوم هي محل على المحك، إذا لم يكن هناك تزوير، إذا لم يكشف هناك تزوير، إذا لم تكن هناك دعما لأي مرشح في هذه الانتخابات، ربما ستكون هذه الانتخابات جزءا من حل الأزمة السياسية في الجزائر. طيب سيد رشيد، هناك حديث من يعني المؤسسات التي ستشرف على هذه الانتخابات بأنها ستكون نزيهة، لكن حقيقة لا يوجد ضمانة. يعني الجزائر عاشت عقودا من الزمن، كانت جميع تقريبا وكما يقول المتظاهرين جميع هذه الانتخابات مزورة. من يعطي الضمان اليوم في الجزائر؟ والله يا سيدي الكريم، الذي يعطي الضمانة هو الشعب. هناك شبه إجماع أنه الذي الضمانة الوحيدة لإنجاح الانتخابات هي مشاركة فعالة، مشاركة على نطاق واسع. ولكن كذلك إذا تفضلت، إذا ذكرتم أنه ليس هناك ضمانات واضحة، لكن ليس هناك كذلك قرائن واضحة تقول أنه فيه تزوير أو مساس بإرادة الشعب. خليني نذكرك أنه هذه المحطة هي محطة فارقة، وهناك سابقة أنه لو تسأل أي جزائري أو عموم الجزائريين من هو الرئيس الذي سيفوز بالانتخابات، ستجد أن هناك تضارب، هناك من يتحدث عن شخصيتين أو ثلاث. وبالتالي هذا في حد ذاته كفيل انه احنا نقول انه هي انتخابات لا يعلم الفائز فيها. وفضلا عن هذا وذاك، كما تفضلت هناك ضمانات اخرى قانونيه ودستوريه لا يمكن التغاضي عنها وهي لا باس بها، لكن اكيد الانتخابات اجراؤها وسيرورتها هي التي ستميط اللثام عن مدى صدق السلطه ومدى فعاليه هذه القوانين. طيب سيد أمين عمارة، سأختم معك. يعني الكثير من الناس يتخوف اليوم مع نهاية هذه الانتخابات وصول شخصية إلى سدة الرئاسة أن تنتهي مسألة ملاحقة المفسدين وإغلاق ملف الفساد، هل تتخوفون كناشطين من هذا الأمر في الجزائر؟ ما دام هناك حراكا شعبيا في الجزائر وهناك وعيا سياسيا في الجزائر من قبل الشباب، لا اعتقد انه ربما ستكون تسيير الجزائر في القادم في المستقبل مثل سابقيه. سيكون هناك احتجاجات، ستكون هناك مطالب اخرى، ستكون هناك توجيه من قبل الشعب للرئيس القادم، لن يكون تسيير مثل ما كان في
في السابق. أشكرك، كان معي من الجزائر طبعا الإعلامي والناشط السياسي سيد أمين عمارة والناشط الحقوقي السيد رشيد بودهان، شكرا جزيلا لكم.